عايز الجحر ده عمر تاني؟ انا ببس بس مباشر. عايز الجحر ده عمر لا ما شاء الله طحرش بيها نمسكها. لا يا عم ده عم بفرينا بالجحر ده مات فرينا وعد بالجحر دينك هنا مقام سبع بنات هنا مقام سبع بنات السبع بنات بهنسة الأرض المباركة. نحن في زيارة مباركة إلى هذه الأرض وهذه المساحة ما بين مقام السبع بنات. هذا مقام السبع بنات وهناك مقامات أخرى منها مقامات عقيل بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر بن الصديق ومجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنطقة تسمى منطقة مجر الحصى. مجرى الحصى استشهد بها 300 صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأرض مباركة عمر بن بجحر فيها عشان ينال الثواب لأنها أرض مباركة وأرض يعني مستحب فيها الدعاء والصلاة. بس كفاية عمر بس كفاية. فهنا هنا هذه الأماكن تسمى ببقيع مصر. أنت حاسس بعد ما جحرت بقى ها؟ هنا بقيع مس الجحر. الجحر عادي الجحر جحر. الهدف من هذه الجحريضة هي أن ينال البركة من هذه الأرض المباركة الطيبة في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة. ونحن في زيارة إلى هذه المنطقة منطقة البنسة بمدينة بني مزار محافظة المنيا. هذه المنطقة منطقة عظيمة جدا ولها تاريخ عظيم وقد قمت بتأليف كتاب عنها باسم خير الكلام في ذكر أهل البهنسة العظام. واليوم أنا وأسرتي بهذه المنطقة وأنا بص لكم بس مباشر من أرض الشهداء أرض العظماء أرض التاريخ أرض المجد أرض المسلات أرض الفتوحات. عندما فتح سيدنا عمر بن الخطاب هذه المنطقة في الفتح الإسلامي في عصر سيدنا وانتصر على البطليموس حاكم البهنسة وأصبحت البهنسة بلد مسلمة. وكان البطليموس حاكم عتيد وعنيد وعريد وعربيد. ومرت من هنا سيدة مريم وهناك بئر يسمى بئر سيدة مريم ومر مع سيدنا عيسى عليه السلام. وهنا هذه المنطقة منطقة مباركة عظيمة جدا شهدت حروبات في الفتح الإسلامي حروبات كبيرة جدا وكتب عنها التاريخ في أبهى صفحات وأزهى صفحاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة في ميزان حسناتنا وأن يباركنا الله ويبارككم الله ويبارك كل المستمعين والمشاهدين. وأدعوكم لزيارة البهنسة. أما قصة السبع بنات فهم كانوا سبع بنات جريات في قصر البطليموس عند البطليموس. وعندما جاء جنود الإسلام ودخلوا البهنسة فانضم معهم سبع بنات انضموا إلى جيش الإسلام وكانوا يعني يدينين بالمسيحية. وعندما انتصر جيش الإسلام على البطليموس وقاموا يعني نشر الدين الإسلامي في المنطقة قاموا السبع بنات تعالي عمر رح ستيقع تعالي قاموا بزغرتوا يعني في حس واحد البنات وما بيحاربوا فقتلهم البطليموس واستشهدوا وكانت دماءهم يسيل في هذه الأرض المباركة حتى أن ظلت ملون باللون الدماء. لكن احنا لم نجد مثل هذه الأثار الطيبة. فعندما استشهدوا السبع بنات هم كانوا على الدين المسيحية فاحتار الصحابة في كيف يدفنونهم. هل يدفنونهم هناك في المقابر الذي أمامهم هناك أم يدفنونهم هنا في هذه المقابر؟ فقاموا قالوا منهم إنهم عندما شاركوا في الحرب أصبحوا مسلمين وقال البعض الآخر لقد ماتوا على المسيحية فلذلك دفنوهم هنا في مقامات مفردها في هذه المقامات دفنوا هنا. ويأتيهم زوار من كل فج عميق من جميع الدول العربية يأتون ليزورون كل الأماكن المقدسة. هذه الحبوب الزلط الذي بيدي عمر ابني
من هذه المنطقة المباركة، ومعي أحمد ابني ومعي نجاة ومعي عبد القوي. نحن في زيارة لهذه الأماكن وفي هذا اليوم الجمعة. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، وكان معكم محمد عبد القوي حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.